أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من واشنطن، نقدمه لكم مباشرة على الهواء من العاصمة الأمريكية. في هذه الحلقة، ورقة اليورانيوم الروسي هي عنوان الملف الأساسي، وهو ملف مؤجل في الصراع بين موسكو وواشنطن. حتى الآن تتردد إدارة الرئيس جو بايدن في استخدام اليورانيوم ضد موسكو، لبل هي تدفع ملايين الدولارات مقابل اليورانيوم الروسي المخصب، وذلك للاستخدامات السلمية. هذا وتعتمد محطات إنتاج الطاقة النووية الأمريكية بشكل متزايد على هذه الواردات من موسكو. أما الرئيس الروسي في المقابل يزداد الضغط عليه، كما يزداد الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن بعدما قدم نواب في مجلس الشيوخ مشروع قرار لحظر استيراد اليورانيوم من روسيا. إذن كيف تنوي واشنطن التعامل مع هذا الملف في ظل إصرار الكونغرس البحث عن بدائل لليورانيوم الروسي الذي ربما قد يتحول إلى ورقة ضغط بيد موسكو؟ ولمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أستضيف من واشنطن الخبير في الشؤون الدولية ريتشارد وايتس. ريتشارد، مرحبا بك. بداية، أزمة أوكرانيا كشفت أن واشنطن تعتمد على اليورانيوم الروسي. باعتقادك، هل هذا هو السبب الذي دفع الرئيس بايدن بعدم فرض عقوبات على شركات اليورانيوم الروسية؟ قد يكون ذلك صحيحا، كما أن الألمان يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي ويعرفون أن الأمر يأخذ وقتا قبل أن يجدوا بدائل. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي تعدن اليورانيوم، لديها العديد من الأماكن من إفريقيا وبدائل من كازاخستان ودول أخرى، وهذا قد يفسر عدم فرض عقوبات على اليورانيوم الروسي إلى الآن من قبل أمريكا. أيضا هناك سياسة واضحة لأمريكا ضد روسيا، ولن أستبعد أن يحدث ذلك. بمعنى، هل لا تستبعد بأن تفرض إدارة بايدن عقوبات على شركات روسية وأبرزها شركة روساتوم، التي في الواقع تبين أن المالك الأساسي لها هو الرئيس فلاديمير بوتين؟ أتعتقد أن بايدن يمكن أن يخطو هذه الخطوة ويفرض عقوبات على هذه الشركات؟ Yes. نعم، أعتقد أن هذا محتمل، وأعتقد أنه بمجرد أن تجد أمريكا بدائل عن اليورانيوم الروسي فإنها ستفرض حظرا على الشركات الروسية لليورانيوم. سعر اليورانيوم تقلب كثيرا في السنوات الأخيرة الماضية، وذلك بسبب زيادة الطلب، وكذلك لأن عددا من الدول تحاول أن تستخدم المصادر
النووية لتوليد الكهرباء بدلا من النفط والغاز، وهذا الطلب هو الذي أدى إلى تقلب الأسعار، وبالتالي الاحتياجات اليومية للتدفئة والتبريد هي التي أدت إلى بعض التحولات، وهناك تحول إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وبالتالي فإن أمريكا أعتقد أنها تبحث عن بدائل. ريتشارد، سأعود إليك. دعني أتوقف مع ما قاله السناتور الجمهوري جون بوراسو عضو لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، وأيضا ما قالته المرشحة مرشحة رئيسة جو بايدن لإدارة مكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة كاترين هوف. فلاديمير بوتين يستعمل الطاقة كسلاح، ونحن في الولايات المتحدة أصبحنا مدمنين على اليورانيوم الروسي منخفض التكاليف لتشغيل محطاتنا للطاقة النووية. ما زلنا نرسل حوالي 100 مليون دولار شهريا إلى روسيا لشراء اليورانيوم، بينما نتوفر على هذه المادة في الولايات المتحدة. بوتين يلحق الضرر باقتصادنا وأسواقنا، وعلينا وقف إرسال أموالنا لروسيا. نحن بحاجة إلى بناء قدرات وبدائل غربية للمكون الروسي في سوق اليورانيوم، بما في ذلك قدرة التحويل والتخصيب. ليس هناك شك أننا سنواصل التركيز على اليورانيوم كوقود مهم للغاية. نحن بحاجة إلى اعتماد سياسة صارمة ومستقبلية تحفز قدراتنا في مجال التحويل والتخصيب. أعود إليك ريتشارد، ما هي البدائل برأيك التي يمكن لواشنطن أن تعتمدها؟ أعني بالبدائل أعني الدول. ما هي الدول غير روسيا التي يمكن لواشنطن أن تعتمدها كمصادر لاستيراد اليورانيوم؟ As some of the speakers who you just showed indicate, the U.S. can produce الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تنتج اليورانيوم داخل الأراضي الأمريكية. وهؤلاء المتحدثون يأتون من ولايات وشركات تستفيد من تعدين اليورانيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك شروط بيئية صارمة. أيضا هناك مصادر أجنبية كأستراليا، فهي وجهة جيدة للصادرات إلى أمريكا. هناك أيضا أوزبكستان وكازاخستان يمكنهما تقديم اليورانيوم إلى أمريكا. هناك دول إفريقية أيضا لها مخزونات مهمة ويمكن أن تصدر اليورانيوم إلى أمريكا. إذن الأمر يتعلق بسوق عالمية وروسيا من بينها. وكما قال أحد المتحدثين، الاعتماد على روسيا في اليورانيوم هو منذ عقود، وبالتالي يجب مراجعة الأمر. وأعتقد أنه بالمقابل، مثلا إذا بدأ الألمان في فك ارتباطهم بالغاز الروسي، علينا أن نفك ارتباطنا باليورانيوم الروسي. ريتشارد، سنواصل هذا نقاشنا لهذا الموضوع، لكن سنتوقف مع بعض التغريدات التي في الواقع تعلقت بهذا الموضوع، وخصوصا من أعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. سأبدأ بتغريدة النائبة الجمهورية في الكونغرس ليز تشيني، التي قالت: لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على خصومنا مثل روسيا في سلسلة إمداد الوقود النووي. تشيني قالت: تعد زيادة إنتاجنا من اليورانيوم المحلي بقيادة المنتجين لدينا في ولاية وايومينغ، وهي من ولاية وايومينغ، جزءا مهما لأمن طاقتنا وأمننا القومي، كما قالت تشيني. أما النائب، وهو نائب الجمهوري بوب لاتا، فغرد قائلا: المشروع الذي تقدمت به سينهي اعتماد أمريكا على اليورانيوم الروسي ويدعم الابتكار النووي هنا داخل الولايات المتحدة. النائب لاتا أضاف أن ذلك سيؤدي إلى استعادة الميزة التنافسية للولايات المتحدة في مجال ما أسماه أمن الطاقة. أما السناتور الديمقراطي عن ولاية ويست فيرجينيا، السناتور جو مانشن، غرد قائلا: كان من الواضح خلال هذه الرحلة أن العدوان المجنون لبوتين، والكلام لمانشن
على أوكرانيا وتسليح الطاقة جعل البلدان والصناعات الغربية تعيد النظر في طريقة أكثر مسؤولية لتحويل أنظمة الطاقة لدينا من أجل المناخ وأمن الطاقة. ودائما الكلام للسيناتور مانشن. أعود إليك ريتشارد وايتس، نلاحظ أن هناك طلب أساسي في الكونغرس في غرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ على قطع أي علاقة مع روسيا، وحتى فيما يتعلق بمصادر الطاقة اليورانيوم. أتعتقد أن دولا أخرى، دولا حليفة للولايات المتحدة مثل كندا وأيضا أوروبا قد تخطو هذه الخطوة وتقاطع روسيا على مستويات مختلفة؟ نعم، أرى أن الوقت هو الذي سيحسم ذلك الأمر. منوطن بالوقت، مجرد أن تكون هناك بدائل مفتوحة ومناجم لليورانيوم تظهر لهم، فإن هذه الدول ستقطع وريدتها من اليورانيوم الروسي. كذلك أعتقد أن الأسعار ستلعب دورا وستسهم في تحديد هذه الدول قراراتها، مجرد أن يكون هناك معروض كاف في السوق العالمية، فإن هذه الدول الحليفة لأمريكا قد تلجأ إلى وجهات أخرى، ونتحدث خصوصا عن أوروبا. هذا ما تفعله هذه الدول أيضا مع النفط والغاز، هي مستعدة لدفع سعر أكثر والحصول عليه من وجهات غير روسيا، لأنها تعتقد أن المال الذي يذهب إلى روسيا يمول الحرب، وفي نفس الوقت هي تريد وقف اعتمادها على النفط الروسي. ريتشارد وايتس الخبير في الشؤون الدولية، أشكرك. مشاهدينا، سوف أيضا نناقش مسألة موضوع الطاقة فيما يتعلق بمنح إدارة الرئيس جو بايدن شركات أمريكية حق التنقيب واستخراج النفط، لكن بعد الفاصل. وبالعودة إلى من واشنطن، وطأة المشكلات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط كانت لها الكلمة الفصل. الرئيس الأمريكي تخلى مضطرا عن بعض القرارات التي كان أقرها سابقا للحفاظ على المناخ في محاولة منه لخفض أسعار الوقود، إذ وافق على منح شركات أمريكية حق التنقيب عن النفط بعد رفض سابق، كما سمح بايدن باستخراج 30 مليون برميل احتياطي من النفط الاستراتيجي، وغير وعدل عن إغلاق محطات نووية. فهل سيتراجع بايدن عن الوفاء بالتزاماته البيئية وخطته الخاصة
المتعلقة بمكافحة التغير المناخي والتي كانت في الواقع عنوان حملاته الانتخابية. أود أن أقول كما تعلمون الرئيس بايدن لا يزال ملتزما بذلك، إن معالجة أزمة المناخ هي إحدى الركائز الأربعة التي طرحها في برنامجه وسارع إلى تنفيذها منذ توليه منصب الرئيس. أحد الأسباب التي جعلت هذا الأمر مقلقا بالنسبة للرئيس هو أنه ملتزم جدا بذلك، إذ اقترحنا استثمارا تاريخيا لمعالجة أزمة المناخ، وهو أمر سنواصل مناقشته مع الكونغرس. ولمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أستضيف هنا معي في الاستوديو الخبير في قضايا الطاقة والمناخ نيكولاس لوريس، وأيضا من واشنطن الخبير في قضايا التغير المناخي جيفري فان تريز. أهلا بكما بداية نيك، شكرا لحضورك معنا هنا في الاستوديو من واشنطن. بداية، أتعتقد أن خطوة الرئيس بايدن منح شركات أمريكية التنقيب عن النفط سيخفض في الواقع أسعار الوقود؟ نعم، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى خفض الأسعار. إدارة بايدن ستحتاج سنوات حتى يكون هناك مسار كامل لتلبية كل حاجات الأسواق، هذا سيأخذ سنوات. الآن هناك جزء كبير فيما نراه الآن سيؤدي إلى خفض الأسعار على المدى المتوسط، ونعرف أنه كان هناك العديد من الآبار التي بدأ التنقيب عنها لكن الأمر لم يكتمل بسبب جائحة كورونا، ولذلك الشركات الطاقية في أمريكا الآن بدأت تستعيد اهتمامها، تريد أن تكمل التنقيب في هذه الآبار وتنقل هذه الكميات من النفط إلى الأسواق، وبالتالي هناك مياه وأراض فيدرالية سيجري التنقيب عنها في النفط. سأتحول إلى ضيفي جيفري فان تريز. جيفري، كما قال نيك لوريس، الموضوع سيستغرق سنوات. قيام بايدن بمنح هذه الشركات الأمريكية تراخيص لاستخراج النفط والتنقيب عن النفط، ألا تعتقد أنه نسف ما وعد به بأنه سيحارب التغير المناخي، سيعطي الشعب الأمريكي طاقة نظيفة أو ما يسمى باقتصاد الطاقة النظيفة؟ أتعتقد أنه أخل بوعده؟ أعتقد أن الأمر فيه مشكلات، لأنه إذا عدنا إلى ما وعد به، هو يقول إنه يريد أن يبقي نسبة الاحترار لا تتجاوز 1% في حدود وأفق 2030. أعتقد أن هذه السياسات ستؤدي إلى زيادة الاحترار العالمي، وبطبيعة الحال الآن هناك تراجع عن تلك الوعود لبناء بنية تحتية من تريليون دولار من الطاقة النظيفة. الآن هناك عودة إلى الوقود الأحفوري وإلى الطاقات التقليدية، وهذا يعني أنه بالموازاة مع تلك الوعود التي تتحدث عن بناء 5000 محطة للطاقة الكهربائية، هناك أيضا محطات تقليدية ستتزايد، ولهذا يجب أن يكون هناك وأما في البنية التحتية بحيث تمزج بين الطاقتين التقليدية والنظيفة. وبالنسبة للاستغناء عن الوقود الأحفوري، هذا لن يكون سريعا، سيأخذ الأمر وقتا، وهذا أمر ستستفيد منه شركات النفط والغاز، ولهذا يجب اغتنام هذه الفرصة لإعادة الاعتبار لتلك الشركات. قبل أن نواصل حديثنا، سنتوقف مع ما قاله المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري بشأن تأثير الأزمة الأوكرانية على خطط الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على النفط.
We were on track. We're not. I don't think we're quite on track at this point. كنا على الطريق الصحيح، لكننا لسنا كذلك في هذه اللحظة بالذات بسبب أوكرانيا وبسبب الإنتاج الإضافي الذي يجب القيام به للتعامل مع الحقائق الاقتصادية الجيوسياسية. أعتقد أنه كان هناك تأخر في التنفيذ إلى حد ما. تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ أوضح قبل أسابيع أنه لا زال لدينا القدرة على تحقيق ما شرعنا في القيام به في غلاسكو. أعود إلى ضيفي نيكلاس لوريس. أتعتقد أن قيام بايدن بهذه الخطوات، طبعا هناك دول أخرى تتبعه بهذا الشأن، قد يقلل من أهمية روسيا في أسواق النفط العالمية؟ نعم، أعتقد أن هذا سيحتم الاعتماد على ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك جهودهم في الاستغناء عن الغاز الروسي من جانب أمريكا، وأوروبا أيضا تسعى إلى فعل ذلك على المدى المتوسط. الأمر لن يكون بين عشية وضحاها، لأنه إذا حصل سيحدث أزمة كبرى في أوروبا، وخصوصا في فصل الشتاء، حيث يمكن أن تزهق أرواح ويموت الناس إذا لم تكن هناك تدفئة كافية. أرى أنه بالاستثمارات المستمرة للولايات المتحدة الأمريكية في صادراتها، أمريكا على وشك أن تصبح من أكبر مصدر الغاز المسال هذا العام، وبطبيعة الحال هناك تعاون مع قطر وأستراليا ودول أخرى. هذه المبادرات ستساعد على فك الارتباط مع روسيا في الطاقة. أيضا يمكن أن نواصل جهودنا في الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة في أمريكا وأوروبا، ونأمل أن نعود إلى الطاقة النووية لاستخدامها في توليد الكهرباء، وهذا يحدث أيضا في أوروبا، لأنه كما نعلم بعد حادثة فوكوشيما حدث هناك إغلاق لعدد من المحطات النووية، والآن هناك رجوع براغماتي من دول أوروبية إلى محطات توليد الطاقة النووية كمصدر طاقة نظيفة بالتعاون مع طاقات نظيفة أخرى ومضخات واستثمارات من هذا القبيل. وبالتالي فأوروبا ستحسن أدائها اقتصاديا وبيئيا أيضا، وبالتالي ستفك ارتباطها أكثر مع روسيا. أتحول إلى جيفري فان تريز. جيفري، كما نعلم أن هناك مصادر للطاقة غير روسيا، مصادر للنفط غير روسيا، أسواق نفطية غير روسيا، أتعتقد عن أن على إدارة بايدن اللجوء إلى هذه الأسواق؟ وهنا أعني، لنكن صريحين، أعني فنزويلا وربما قد تكون إيران. نعم، هذه دول لم تكن لها علاقة دبلوماسية جيدة مع أمريكا تاريخيا، لكننا نعرف أن الأزمة الإنسانية في روسيا تركت لنا عددا قليلا جدا من البدائل، وحتى إذا حدث تعاون مع فنزويلا وإيران قد يكون ذلك على المدى القصير، لأننا نعرف أن أزمة الاحترار العالمي ستواجهنا إذا لم نقم بما يلزم. وبالتالي يمكن أن ننظر إلى هذه التوترات الدبلوماسية الجارية حاليا، وبالتالي قد يسائل البعض حول مدى اضطرارنا إلى الاعتماد على مستبدين في حاجاتنا من الطاقة، ورأينا ما يحدث في اليمن والسعودية، تلك الأزمات الإنسانية التي حتمت علينا اتخاذ بعض المواقف الاستثنائية، لأننا نعتمد على الطاقة من عدد من الدول. ولذلك أرى أنه هناك أسباب للانتقال، أسباب وجيهة للانتقال فعلا إلى الطاقة النظيفة. أعود إلى نيك. نيك، أتعتقد أن دولا أخرى مثل ألمانيا دفعت أو سمحت بإعادة استخدام مناجم الفحم؟ أتعتقد أن ما قام به بايدن وما نشهده في أوروبا أعاد ورقة النفط كورقة حيوية في العالم؟
Yeah, I think so. نعم أعتقد ذلك. إذا نظرنا إلى ما فعلته إدارة بايدن وأنها أصبحت تتحدث عن أسعار عالية في الغاز والنفط وما يعنيه ذلك بالنسبة للناخبين في هذا الوقت بالذات، هناك بالموازاة وعود للطاقة النظيفة قدمها بايدن، والآن الأمريكيون قلقون بشأن أسعار الوقود. إذا نظرت إلى القرارات التي قامت بها أوروبا على مستوى السنوات السابقة، أغلقت بعض محطات نووية وعادت إلى استخدام بعض الطاقات مثل الفحم، كل هذه الجهود تدفعنا نتساءل عن السياسة التي ستكون فيما بعد من قبل بايدن والدول الأوروبية وخصوصا على مستوى الطاقة النووية. لكن عندما نتحدث عن إغلاق الشركات الخاصة بالغاز الصخري وكذلك البحوث والدراسات التي تتنبأ بالعودة إلى الفحم وإبقائها أمدا أطول في أمريكا، وبالتالي نعرف أنها تطلق انبعاثات كربونية كثيرة، كل هذا سيجعل الاتجاه ينتقل إلى دول أخرى ليست لها قوانين صارمة ضد الاستثمارات الملوثة للبيئة، وخصوصا عندما نتحدث عن أهداف محددة لمواجهة التغير المناخي. لابد أن ننظر إلى كل هذا. إذن مشاهدينا، أشكر جيفري فان تريز في واشنطن، وأيضا نيك لوريس أشكرك على حضورك معنا هنا. مشاهدينا، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من واشنطن، أشكركم على المتابعة وملتقانا الأسبوع